ندعم مثل هاي المبادرات الشبابيه، هاي الشركات المحليه حتى يكون ارباح طويله. احنا عندنا ما شاء الله الجزيره مفتوحه من هنا الى عالم. اكبر الشهر انتاجها بالدونه بين 700 ل 800 بالقصر كيلو بالدونه. نينوى سلت خبز العراق، من هذا الشعار اليوم نطلق حملة الحصاد في نينوى، تحديدا في منطقة حمام العليل. يوما بعد يوم يثبت أبناء نينوى بمزارعيها وفلاحيها وعمالها وطلبتها وجامعاتها وقواتها الأمنية وشعبها الأبي بأنهم قادرين على صناعة الحياة من جديد. فإن نينوى وفي بفضل الله أولا وبهمة أبنائه الغيارة بأنها قد تمرض ولكنها لن تموت. بدأت هناك خطوات حقيقية على أرض الواقع للاستقرار والعمل الدؤوب والإعمار والتنمية، واليوم وجودنا في قاطع حمام العليل في منطقة الجرل، منطقة السادة أبو بدران، ونحن ندشن عملية زراعية بتقنيات حديثة أقامتها شركات محلية صغيرة، مهندسين محليين من أبناء نينوى بكفاءات عالية، استخدام الري الحديث والزراعة بتقنيات حديثة عالية. هذا دليل على أن أبناء نينوى قادرين على الابتكار، قادرين على التقدم. فنبارك لأبناء نينوى مثل هذه التطلعات ومثل هذه الإنجازات. الحمد لله، بعدما أنعم الله علينا بأمطار الخير والبركة، اليوم الموسم الزراعي يبشر بخير، ونينوى تعتبر سلة خبز العراق. وأيضا هناك تقنيات حديثة استخدمت من قبل أهالي هذه المنطقة، منطقة السادة، أبو بدران، الجرن، وكذلك منطقة العقيدات. نحيي وبشكل كبير شركة أرض السادة على ما قدموه من ابتكارات زراعية في تطوير المنظومة الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة. بصراحة هذا وصل الإنتاج في هذه المنطقة إلى حدود طنين للدونم الواحد، وهذه سابقة جيدة وتحسب للشركات المحلية وكذلك للمزارعين والفلاحين في هذه المناطق. نحن بدورنا كحكومة محلية سنقدم كل الدعم من أجل تشجيع هذه الابتكارات، من أجل أن تكون نينوى دائما متميزة بالزراعة، الصناعة، الإعمار، التنمية. هذه أعتقد رسالة جديدة، أن نينوى فيها رجال يستطيعون إعادة الروح وإعادة الحياة إلى سابق عهدها، وتتميز نينوى في كل شيء. بصراحة نحن اليوم لدينا أهداف استراتيجية مهمة، في مقدمتها أن تكون نينوى، نحافظ على هوية نينوى، وأيضا إن شاء الله دائما نركز على هذا الموضوع، كرامة أهالي نينوى إن شاء الله محفوظة. نريد الحفاظ على كرامة أهلنا في نينوى، وهذه رسالة إلى كل الأجهزة والوكالات الأمنية. لا نقول عفى الله عما سلف بالنسبة للإرهابيين والدواعش، ولكن القضاء العراقي هو الذي مختص بهذه القضايا. أما أن تكون هناك
أمور أخرى، ابتزازات أمنية، ابتزازات اقتصادية، فهي غير مقبولة. مسؤوليتنا أن نحافظ على الممتلكات العامة، الممتلكات الخاصة. المواطن يعمل وهو يشعر بأن هناك دولة، بأن هناك حكومة تستطيع الدفاع عن حقوق المواطنين. نحن سندعم من مثل هذه المبادرات الزراعية، وكذلك سنشجع كثيرا على استلام المحاصيل من المنافذ الموجودة، وقادرين على فتح منافذ أخرى مهما يعني كثرت المحاصيل الزراعية لهذا العام. هذا من واجبنا أن نوفر الظروف الملائمة للفلاحين والمزارعين حتى يكون التسويق حسب ما مخطط له، وأن نسلم المواطنين مستحقاتهم في الوقت المحدد. اليوم تشرفنا بحضور المحافظ في إطلاق حملة الحصاد لقضاء المنصل وجنوب المنصل، وخاصة في شعبة زراعة حمام العليل منطقة الجرل، لأن هذه المزارع هناك مزارع استثمارية محلية تعتبر متميزة من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة والري الحديث بمنظومة ري حديثة تصل إنتاجيتها إلى 2000 كيلوغرام للدون من الواحد، أي طنين، بنسبة أعلى معدل لعموم محافظة نينوى. معدل إنتاجية الدون من الواحد للمرشاد في عموم محافظة نينوى تبلغ الطن و250 كيلوغرام، بما يعادل يعني عموم محافظة نينوى. أما الأراضي الموجودة هنا في أرض السادة تبلغ إنتاجيته 2000 كيلوغرام للدون من الواحد باعتبارها من الشركات الزراعية المتميزة في الإنتاج. عموم محافظة نينوى مستغلة تقريبا في زراعة محصول الحنطة بمعدل 3.5 مليون لمحصول الحنطة حسب البيانات المسجلة لدينا، ومعدل إنتاج الغلة المتوقع لهذا العام عموم محافظة نينوى 1.9 مليون طن إن شاء الله، ونتمنى أن يكون موسم خير وبركة. الخطة اللي نفذناها تقريبا أكثر من 4 مليون دونم، 3.5 مليون حنطة، أكثر من 500,000 دونم شعير. فهذه الخطة اللي نفذناها هذا الموسم من مجموع أراضي الساحل اللي أكثر من 7 مليون، لأنه هذه الموسم كانت هناك خطة التسجيل في بيانات الخطة قليلة جدا بسبب الشروط القاسية اللي تجد من الوزارة الزراعة العراقية. تتميز هذه المزرعة بأنها تمتلك منظومات ري محورية ذات تقنيات ري حديثة أدخل فيها الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لمستخدمها أن يتحكم بكميات المياه المستخدمة فيها والتحكم في سرعتها وقياس نسبة الرطوبة في التربة. وكذلك تم استخدام عدة أصناف من الحبوب التي تم استخدامها من الشركة العراقية لتجارة الحبوب، والتي تعد أحد وسائل الدعم التي قدمتها وزارة الزراعة ووزارة التجارة للفلاحين من أجل إنجاح هذا الموسم الزراعي. كذلك تم استخدام أصناف زراعية أخرى متنوعة تتميز بمقاومتها للظروف المناخية التي تعرض لها طيلة الموسم الزراعي من أجل زيارة الغلة الزراعية. والحمد لله تم الحصول على كميات وفيرة من الغلة الزراعية في بعض المحوريات التي تم زراعتها بعض الأصناف، حيث وصلت الغلة الزراعية بفضل الله سبحانه وتعالى إلى طن و700 وإلى طن 800 وإلى طنان و100 كيلو في بعض الحقول.